كمان لنتعرف أكثر على القديسة ريتا وعلى عجايب القديسة ريتا بآي ويتنس اليوم. شهادات حية مع سير باسمة الخوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حضرتك. رح تفسري لنا أكثر وأكثر عن رمزية وحياة وقداسة سانت ريتا. نعم. حضرتك راهبة أنطونية. صحيح. بس ما بقولش دكتور إلي داغر. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدير سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية وحاليا أستاذ محاضر والمستشار القانوني لرئيس الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك صار معك عجيبة. نعم. رائعة جدا. رح نفوت كمان بتفاصيلها اليوم. سير باسمة، لما بنحكي عن ساريتا بنعرف أنه هي شفيعة الأمور المستحيلة. الأمور المستحيلة، هل لأنه حياتها كمان كانت بنوعا ما مستحيلة؟ صحيح. يعني لما بنقول ريتا شفيعة الأمور المستحيلة لأنها بتعرف عن شو عم تحكي. لأنه عادة الأشياء اللي بنشوفها بحياتها بنقول هيدا مستحيل حدا يعيشها. يعني كل حياتها من أول ما خلقت لوقت اللي توفت، عاشت 76 سنة سانت ريتا، عاشت تقريبا كل الحالات اللي كلنا منعيشها. يعني أنت كزوجة، هي كطفلة، هيديك كأم، هيديك كراهبة، هيديك كمتألمة، حدا كأنه مبسوط ما عنده مشكلة. عاشتهم كلهم غريب عجيب يعني. وكل شغلة منقول نحنا مش ممكن حدا يقدر يعيشها هيك، ريتا عاشتها وببساطة وبفرح غريبة. يعني كأنه عم بتقول ما في مستحيل لمن يحب الرب، شلولي قصة هالمستحيل من قاموسكم، وإذا مش مصدقين شوفوني أنا كيف عشت. وبلا ما في مستحيل قدام من يحب الرب واللي عن جد مقتنع ومؤمن وحاطت حاله بثقة بين إيديه. نحن اليوم رجعنا هيك استرجعنا شوي نبزي عن حياة سانت ريتا وشفنا المراحل الصعبة يلي مرقت فيها، إن كان من ناحية زوجة يلي كان يعنفها، أو من صحيح. ناحية ولما توفى ولما كانوا الأولاد بدهم يرجعوا ينتقموا لوالدهم، وهون يمكن أقصى درجات التضحية لما طلبت أنه يتوفوا حتى من طفولتها. يعني انه سانت ريتا بيخبروا انه كان عمرها 12 سنه طلبت انه تترهب من اهلها، بس لانه كانت وحيده وامها وبيها كانوا عاقرين، يعني ما اجت هالريتا الا من بعد ما تسعويات كمان لهيئتهم لقديس فرانسيس ابن ضيعتهم بقى. واجت ريتا وشايفينها مش مصدقين وبدهم يجوزوها احلى زواج. بقى طولوا بالهم ولهيوها، وبالاخر قالوا لها بتعرفي شو، ما راح نخليك تترهبي. هيدي كانت اول كسره بحياتها. زوجوها ويا ريت لو من لمين، يعني لحدا له قيمته انه على مبدئيا زلمه مقتدر معه مصاري ابن بيت وطلع بلا اخلاق يعني. وهالراها البنت هيدي اللي قالت انا مبدئيا تكرست للرب من طفولتي، ما رح اكسر تكرسي بعائلتي، رح كون مكرسه لربنا بحياتي بزواجي. بالحياة الرهبانية في صعوبة، بالحياة الزوجية في صعوبة. بالحياة الرهبانية كنت عم بقول أنه أنا للرب وهم كمان أنا للرب من خلال زوجي ومن خلال صعوباتي. هيدي شغلة رائعة على عالم اليوم. يعني لما بنطلع نحن بنشوف عيال اليوم، صبايا اليوم، شباب اليوم، ولما نقدم أقل مشكلة صغيرة بيقولوا ما بقى بدي بطلت. هذه كلمة بطلت، بنحمل حالنا ومنغير، مننسى قصة التكرس، مننسى قصة العهد اللي عملناه بيننا وبين ربنا مع بعضنا سوا. ريتا ما نسيتهم في صعوبة، مع ألامك يا يسوع المصلوب بيساعدني. تشوفه مصلوب هيك معلق وشايفة راسه بالسماء وإيديه جامعين الكل، تقول أنا كمان راسي بالسماء معك يا رب، انت تقويني وجامعتها لجوزي والا ما اوصل انا وياه. وهي معنا كمان وبشهاده دكتور داغر اليوم يلي رح بخبرنا عنها، يلي اختبر وجودها معه حسيا. يعني صح. شو صار؟ مثل ما تفضلتي وقلتي، وجود حسي مش بس على الصعيد الروحاني والشفاءات، انما على الصعيد اليومي المهني والاكاديمي. أنا بلشت معي بفرنسا، كنت عم أعمل الدكتوراه، تعثرت معي بعض الأمور، عملت لها تسعوية وأنا بدي أختصر. شفتها بالبنام عم تحكيني باللغة الفرنسية بموضوع الأطروحة، الأطروحة اللي كان عنوانها فولونتي ليبرتي دون لي كونترا. وهي بنا معلم، وهي بنا معلم عم تحكي باللغة الفرنسية. لا بتقرا ولا بتكتب. اللغة الفرنسية هيدا الروح القدس صارت تعرف كل شيء. بلبنان حكيت باللغة العربية.
رجعت جينا على لبنان بكل البلدان شفتها، بفرنسا شفتها حكيت لغه فرنسيه بلبنان بالتسعينات كنت انا ومدامتي كنا خاطبين، نزلت من بيت بتعزار بسن الفيل. انا عم بختصر، بنتي بال 94 تعرضت لوعكه صحيه، كان الطبيب الدكتور برنار جربيقة بأوتيل ديو وقال لي وضعها كثير خطر، عملنا لها تسعوية وشفيتها. للقصة اللي هلا البانديكي بال 2001 انا بتعرض لأزمة قلبية، بروح على المستشفى بيعملوا لي ميل وبيقرروا انه انا حياتي قصيرة جدا، لازم يجربوا شيء عملية ما تيعطوني امل ببعض فترات زمنية من الحياة. شو عم نشوف هون هلا؟ عم نشوف انا اللي صار انه قالوا لي معك مهلة شارتر، بقوم انا بعمل تسعوية لسانت ريتا، بقول لها اراء الحكماء مختلفة منا متوافقة، في ثلاث انواع من العمليات، اذا بتريدي تلهميهم على شي نوع عملية تقدر انا اختار، لانه انا دكتور بالقانون ما بقدر بختار. اللي صار قلت لها بالاخر يا ريت تعطيني اشارة انك شفتيني بالليل زيت، وبشوف سانتريتا واقفة بالأوضة عم تحكي مع ثلاث حكماء وعم بتقول لهم حرفيا، والكلام دون وأرسل إلى كاسيا، طولتوا عليه كثير، ما لازم بقى تطولوا، لازم تاخذوا قرار والقرار علاج وما في عملية، فإذا نحن عن إلا أي عملية قالت علاج، وأنا من وقتها ماشي على العلاج. وهالمسبحة اللي بين ديكي وهالكتيب أنا وبالمستشفى في قريبي إلي عرفت إنه علي خطر موت، جبت لي هالكتيب لسانتريتا لانه بحب سانتريتا مع المسبحه. هون بالصوره عم نشوف هلا التفاصيل. عم تشوفي هلا واصل لهيدي. بقوم انا بس قررت انه سانتريتا علاج، قلت انا خلص ما بقى اعمل عمليه، شو ما صار الموت عندي صار انتقال شغلي حلوه، ما في عندنا موت عندنا بالمسيحيه. قوم صرت حط هالكتيب مع المسبحه بجيبتي اللي فيه صوره سانتريتا ومسبحه سانتريتا. بال 2004 بنزل على الجامعه بتقشط المسبحه بجيبتي، هونيك يوم لقيتها مقطوشه. هن كانوا ملازقين بالموت؟ لا 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 ما كانوا ملازقين، المسبحه فلت والكتيب فلت. لقيتها مقطوشه بجيبتي المسبحه 10 حبوب، قمت لميتها حطيتها بقلب الكتيب وقلت من عشيه بحط عوينات وبزردها. جيت من عشيه لقيت سانتريتا مخيطتها، وصلى من 2004 لليوم. هلا هون قصتي انا تنتي بس بلشت مع الاف العالم. الصوره البنديكي يعني لما نمت دكتور نمت ما كانت معلقه، كانت مقطشه، قلت انا بدي احط عوينات تظبطها ثاني يوم، بس جيت تظبطها لقيت سانتريتا حط الخيطان الخضر ومخيطتها 3 حزيران 2004، وبلشت المسبحة حركتها. حركتها كانت أنا عم بخبر بداية كون ينقل الصليب من مال، في كتاب مدون تقدمي بيتوزع لكل العالم ينقل الصليب من مال لمال، حركة المسبحة بتتغير، بعدين صار يطلع قطن وبر من الخيطان، بعدين من الصليب، والصورة الكبيرة للبنديكي بتلاقي الصليب طالع منه خيط، خيط كبير بظهر الصليب، من الصليب يلي هون صح. وإذا بتشوفي قونة سانتريتا بتلاقي شكل حمامي. لأبونا اللي بتبعني بيقول لي كان في الثالوث الأقدس ده الصليب الحديد يطلع منه هالخيط الكبير، هو بيطلع منه وبر كتير ساعة أحمر ساعة أخضر، وبعدين عملت شفاءات وعزت كل العالم، بيجي كتير عالم لعندها. والبطرك الراعي كان 21 أيار بكلية الحقوق عم بيقدس لسانتريتا بقلب الكلية، لأنه صار في كتير تعزي من قبل سانتريتا لكل العالم وصلت له وحب هو يشارك بها. شو قالت لك عن هالعجيبة؟ رجعت شفتها؟ شفتها وقت قالت علاج مش عملية، وبس قلت لها طلبت منها تساعدني تقدر أنا دكتور بالجامعة أقدر كيف بدي يمشي الخبرية، تقولي في خيط من السماء كيف عم بتساعدني لحتى تكون الخبرية وكأنه صح. منطقية بين هلالين ويقدروا يستوعبوها الناس. طبعا الحلقة بدت هي طويلة طويلة لأن في اخبار كثيرة. إذا بشوفيك الصور اللي عم تصير مؤخرا قبل عيد الميلاد، طلبني شخص بنته عمرها شي 7-8 سنين وبيقولوا لي عندها كتلة بقلب راسها وهي كوندانية يعني بدها تموت، فبرحت لعندهم أنا وخبرتني أمها عن الكتلة، بقوم بحط الصليب على المسبحة على راسها وبشيل بلاقي الكتلة على راس الصليب، كلهم هو في صور فيهم يعني كأنه زاحت الكتلة؟ الكتلة انحطت على الصليب من فوق، طلع بومبي الصليب، وأنا الرياكسيون تبعولي قلت لها هني يالكم يا عمي هيدي مرض سماوي، هني بدهم خيط من المسبحة يعطوه لبنتهم، اخدوها على كاسيا للبنت قبل. رجع بعد ما طلع هالشكل المرض على الصليب طلعت لهم خيط أحمر. هلا الاحمر اجمالا في شويه وجع، هو الخيطان اللي بيطلعوا اوقات حمر اوقات زرق اوقات بيض، الاكثريه بيض، بس الحمر اجمالا بتدل انه في وجع، طلعت لهم خيط شي 2 سم احمر بعد هيك طعموه للبنت. وفي كثير اخبار عن سانتريتا هي بدها البنت. هلا انا قلت لهم ما يلي لازم تشكروا ربكم انه سانتريتا معكم وهذا المرض سماوي،
سلموها إيه وبعدين إرادة الله تصير لأم بصير ملك بالسماء. قدرت أمها توصل لوقت تقول سانت ريتا هالبنت بانديك. بالأول بدها تطلب الشفاء، نحن بنتمنى تشفى، بس وقت شافت المشاهد وراحت على سانت ريتا لهونيك وشافت أنه صورة المرض على رأس الصليب وطلعت لها خيط أحمر، قبلت تقول سانت ريتا بنتك عملي فيها البنديك. سر بس ما هيدا الإيمان ما هيك؟ طبعا، لأنه نحن لما نقول أنا إنساني مؤمنة شو يعني الإيمان؟ إيمان إنه أنا أثق بالرب إرادتك تكمل فيي، يعني هيدا الطريقة اللي عشتها ريتا وهيدي اللي بتقولها للكل. كل القديسين شو يعني قداسة؟ يعني إنه أنا حاطة حالي بين إيدين ربنا، أنت اللي خلقتني، أنت اللي بتخلصني، أنت بتعرف حاجاتي وأنت بتعرف بأي طريقة لازم أمشي. يعني نحن كبشر مصر بنسأل حالنا إنه كيف الشخص وصل ليصير قديس؟ هل لأنه وقف أكل؟ هلا انا اعتزل الناس، هلا انا عطى مصرياته للفقراء. هيدي المشكله اللي نحن ما عم نعرف نوعيها، يعني حاطين براسنا ومنفكر انه القديسين جايين من كوكب ثاني، يعني انه مارشار بتقدس لانه قدر نام على الخشبه. مش مزبوط، مارشار بتقدس لان حب ربنا. الحرديني ابن ضيعته للدكتور تقدس ولا مره لا كان يصوم مثل ما كان يعمل شربل ولا نام على الخشب ولا لبس المسح. كان زلمه معلم مدرسه، كان مدبر بالرهبنه، كان عم بيشتغل سياسي واقتصاد واجتماع وتربيه واللي بدك، وتقدس بشغله. وعنده شعار واحد، الشاطر يلي بيخلص نفسه وبيخلص غيره. بيخلص غيره، بيخلص نفسه يعني خلص غيره. ريتا عاشت كل شيء، عادت عاشت زوجة، يعني مارست الحياة الزوجية بكاملها، كانت أم، نظفت البيت وكنست وغسلت وغيرت لهم للولاد ومرضوا أولادها وطببتهم. شو عاشت؟ أكيد ما صامت، أكيد ما كانت كل حياتها قاعدة تجلط حالها وإلا ما فيها توقف، بس عاشت حياتها برفقة ربنا. كانت عم بتشوف أنه هيدي الحياة ما بتحرز إلا إذا أنا حاطة هدف، لأنه رح تقطع حياتي، بتقطع من بعدها شو بيصير. نحن المشكلة انه بدنا نجمع كل شيء، بدي اعيش السبعة ودمتها هون لانه بدي انبسط، واوعى ربنا بعدين يقول لي انه انت مش خرجك تكوني هون. بدي كل شيء، ما بتزبط كل شيء. انا بدي اعيش هون مبسوطة ومرتاحة، ولكن على ضوء ارادة ربنا وكلمته. شو بده مني؟ الغلط اني اقزي، مش صحيح اني انا بس بدي يكون في عندي الشهوات كلها التز فيها، ما بتكفي. هاي الشهوات مش دائما لخيري. مربولوس بيقول كل شيء يحل لي، بس مش كل شيء بينفعني. لما نبوع انه انا هيكل الروح القدس، صحيح انا تراب وهود الترابات بيطلبوا مني كتير اشياء، واوقات بدي لبيهم. بيقول لنا مربولوس انتبهوا، لبوا كمان الكنز اللي فيكم. التراب يعني الجسم، يعني رح يصير تراب. ما بنقول من التراب وإلى التراب نعود. أكيد. بذكرنا مربولوس أنه أنتم مش بس تراب، بقلب هالترابات، الفاز اللي هي بسميها أرجيل فخارة، بقلب هيدا الجسم في عندكم كنز، في الروح القدس. أنتم هياكل الروح القدس، انتبهوا لحالكم. ما فينا ندنس الروح القدس اللي فينا، ندنس جسدنا اللي هو كنيسة. دكتور، ليش اخترتك ساريتا برأيك؟ سانت ريتا، أنا إذا بدك الاختبار اللي عم بعيشه بحياتي شغلتين، الألم والغفران. تأملت كثير بسانت ريتا، لقيت في عنوانين عريضين، الألم والغفران. غفرت طبعا، قلنا زوجة كيف كان يعذبها وتغفر له، واللي قتل زوجة غفرت له إلى حد طلبت أن أولادها يموتوا قبل الانتقام. فإذا أنا بالنسبة لي للغفران هو عنوان كثير كبير، وبجرب طبقه على حالي. وتلميذي بالجامعة على طول بقول لهم هالشيء، الغفران الواحد بده يغفر، المسيحي بده يغفر، وهي أول عنوان. الألم كلنا متألمين بمكان ما، مثل ما تفضلت حضرة مديرة وقالت أنه كل أنواع الألم سانت ريتا اختبرتهم، الزوجية والأمومي والشخص والراهبي والمتألمة. أنا هلأ بشتغل حالي على الألم، بجرب أتألم بفرح، لأنه الألم برأيي طريق الخلاص. في الواحد يتألم ويكفر، بس بيضل عم يتألم وعم بيكفر، عم بيخسر هالدنيا وهيك الدنيا. بينما اللي بيتألم واللي بيبكي بفرح داخلي بيكون هو مبسوط بهالدنيا لأنه قبل ألمه وعم بيقدمه ليسوع، بيكون عم بيحضر الطريق تيربح الحياة التانية. دكتور، قبل وبعد شو اللي تغير؟ يعني قبل كنت بهالأفكار هيدي أو مش هالقد؟ أنا إذا بدك شوي شوي زدت، بس قصة سانت ريتا قديمة معي، قديمة. بس هلأ أكيد متواصل، عجيبة متواصلة، وكل يوم وخبريتها بدها ساعات وساعات، وآلاف العالم صاروا يعرفوا وبيقصدوها لسانت ريتا.
وانا معلق كثير بالقديسه ريتا، رغم بيقولوا لي انه انت من حردين، لقوم الحرديني يزعل منه. لا بقول لهم شعار الشاطئ اللي بيخلص نفسه، وبالسما ما حدا بيزعل من حدا، انما انا اكيد كل يوم اكثر من يوم بجرب حياتي النسبي بحياتي اليوميه تكون تشدني طلوع اكثر ما تشدني على الارض. سربع السماء، علاقه الانسان بالقديس او انه كل انسان يمكن بيصير معه عجيبه مثل ست نهاد الشامي اللي بنشوفها دائما وبنحكي معها دائما، بيسال حاله ليش انا وليش القديس بيعمل عجيبه مع هالشخص او هالشخص؟ هل فقط كرمال شفائه او كرمال تلبيه الطلب او في رمزيه ثانيه للموضوع؟ عاده انا بقرا الانجيل، يعني انا اختصاصي اصلا عهد جديد كتاب مقدس. الانجيل ولا مره يسوع عمل أعجوبة إلا تتكون هيدي الأعجوبة رمز فيخلي الناس تتطلع بشيء أهم. لما نكتر الخبز واجوا الناس لعندهم قالوا مش هيئتكم جايين إلا لأنكم عبيتوا بطنكم، يعني كانت كأنه الأعجوبة كان خطر. هي ما بتسوى، إنه لما ما بقدر شوف وراء الأعجوبة شو ست لهذا الشامي الأستاذ دكتور هلا أحدنا، كل الأعجيب اللي بتصير هي رمز وشهادة، شهادة بعالم ما عم بيقدر بقى يشوف ربنا، ما عم بيقدر يشوف إلا أرض أرض. صرنا عايشين للمادة بشكل غريب عجيب. لما بتكتر الأعاجيب ببلدنا لازم نخاف، لازم نقول بطلنا نآمن بحريتنا، صار كأنه ربنا صار عم بيجبرنا نآمن، وهي شغلة بتخوف مش شغلة بتفرح أنه الناس رح يرجعوا للإيمان. بالعكس، معناتها دقنا أوصل خطر. معلوم، معناتها انتبهوا، أنتوا حياتكم هي الأعجوبة. يعني أنا كل يوم الصبح بدي أقوم أشكر ربنا أني عم بقشع، عم بمشي، عم بحكي، وهيدي الأعجوبة اللي عم بعيشها يومية تكون شهادة. إذا حكيت أحكي عن القيم، إذا مشيت أمشي لساعد، إذا تصرفت كون حركاتي عم بعمل سلام أكتر حتى يكون هالعالم مثل كأنه جنة الله. سنتريتا هيك عاشت. إضافة إلى الغفران والألم، أنا بشوف أنه سنتريتا هي الشخص اللي ما ساومت ولا بأي شكل على قيمها الإيمانية حتى قدام أولادها. يعني هيدا الشيء اللي دايما بيستوقفنا سير باسمة، ليش كيف قدرت تعمل هيدا الشيء؟ فضلت أنه ما يقتلوا حدا يموتوا هن. صحيح. شو هيدا التفسير لهالشيء؟ شيء الإنسان صعب أنه يستوعب، كتير صعب المسار. كرمال هيك أنا وياكي منقول مستحيل. ربنا بيقول على من يؤمن لا شيء مستحيل، بقلنا بالإنجيل اللي أنا عملته وأكثر منه قادرين تعمله. اللي بيؤمن وبحط ايده بايد ربنا قادر يعمل كثير، قادر يعمل اكثر بكثير. يعني مثلا لما بتشوفي مش بعرف نصبيه باول عمرها تركت يعني مستقبل وشغلات وراحت، هي شغله مستحيله على المستوى البشري، مستحيله. هلا العالم بيصيروا يلاقوا ألف شغله انه حتى يخففوا من هذه القيمه، بس لا، هي قيمه بحد ذاتها. الانسان اللي بحب ربنا قادر يعمل المستحيلات اكيد، لانه بقوه ربنا. بدي اشكرك سير باسمة الخوري، بدي اشكرك دكتور إلي داغر. بدنا ننتقل على القداس صار جيني على السريع. على السريع، الرساله اللي انا مؤتمن عليها ما بتعطي أعطيني أجر، بتحملني مسؤولية. أنا علي مسؤولية كتير كبيرة، طوبى للذي يؤمن دون أن يروي. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. رح ننتقل لنحضر القداس سوا بكنيسة بمدرسة سانتريتا بدبي لاستقبال زخاير سانتريتا من كاسيا للقداس.